نقول الله لا في ضيق نعم، في مشاكل نعم، في المعايش. لكن يا جماعة عائل الناس البجورة من برا، عائل النازحين واللاجئين أجونا من أطراف الدنيا كلها ما قفلنا بابنا. لكن الكلام ده ما عاجب ناس كتار يا جماعة، الناس اللي بتآمروا على السودان، وبكل أسف زرعوا وسطنا بعض العملاء وبعض الخونة. الناس بتبني وبتشيد وكل يوم بنعمل مشروعات جديدة، وناس عايزين يكسروا ويدمروا وعايزين يحرقوا ويخربوا. وقالوا شنو؟ قالوا والله دايرين الجيش يستلم السلطة. ما في مشكلة إذا جاء واحد لابس كاكي، والله ما عندنا مانع. الله أكبر. لأنه الجيش لما يتحرك ما بيتحرك من فراغ، وما بيتحرك دعم العملاء، بيتحرك دعم للوطن. وضاف